مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقة جديدة من جمال الحوار. اليوم حلقتنا هتكون حلقة شوية طبية، شوية نحكي مع بطل، شوية نحكي مع مريض، شوية نحكي مع شاب. هذه الحلقة ستكون حلقة غريبة، ستكون حلقة مهمة، حلقة ممتعة، فيها المحزن، فيها المفرح، لكن في النهاية سنتكلم عن الأمل. في هذه الحلقة سنتكلم عن مرض الثلاسيميا أو ما يدعى بفقر دم البحر الأبيض المتوسط، لأنه ينتشر معظم الأمراض، يعظم المرضى في هذا المرض تنتشر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. قبل عدة أيام في مايو، الثامن من مايو أو الثامن من أيار، كان اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا، وبهذا السبب اليوم سنستضيف أحد الشباب، شاب سوري، لكن اللي لما رأيت البوست تبعه على الفيسبوك صراحة حرك مشاعري. كتب بوست طويل شوية على الفيسبوك وكتب عن حياته مع الثلاسيميا، ولكن ما جعلني أنظر إلى هذا، في نهاية البوست كتب: عزيزي القارئ، مرض الثلاسيميا ليس بالشيء الخطير ولا المعدي، بل إنه مرض بسيط يغلب عليه الروتين. ولخص حياته في جملة واحدة: أنا مريض ثلاسيميا وأفتخر. خليني أنا وياك الآن نرحب بأخونا وعزيزنا براء الحفار. أهلا وسهلا فيك على قناة كنار تي في. أهلا وسهلا دكتور. أنا يمكن مالي سمعانك. مش سمعانك؟ سمعاني هيك؟ مالك سمعان؟ طيب تقدر هكتب لك على الواتس. اعذروني أخوان، ارجع ادخل. احنا دكتور انا ما عم اسمع. تماما. سامعني هلا؟ اوكي. مرض الثلاسيميا من الامراض اللي انتشرت في الفترة الأخيرة وتم اكتشافها، هو عبارة عن فقر في الدم. فقر في الدم بيكون بطريقة غريبة. هاي معنا برا. أهلا وسهلا دكتور. سامعني هلا؟ أهلا وسهلا دكتور. هلا سمعانك. ممتاز ممتاز. أول إشي بنرحب فيك، معلش أنا طولت شوية في الترحيب لكن أنت تستحق أكثر من ذلك، لأنك أنت مش بس مريض ثلاسيميا، أنت محارب، انت بطل، انت رجل تحديت الثلاسيميا. وطبعا اكيد في كان الاهل والاصدقاء والاطباء اللي حواليك، حنتكلم عن كل هذا الشيء، لكن قل لي من هو براء، احكي لي عن من انت. تماما. اول شيء اهلا استاذ دكتور، الله يعطيك العافيه، شكرا كثير للفته الحلوه الجميله منك وللجميع. طبعا بدايه الامر دكتور، انا من مواليد 94، ولدت في دمشق. كل ما هنالك اكتشفوا أهلي بعمر 3 شهور أنه عندي فقر دم، في اصفرار بالجسم كاملا. فبعد الفحوصات بيّن أنه معي ثلاسيميا، وهي ثلاسيميا كبرى أو عظمى، مما دفع أهلي أنه يبلشوا بطور العلاج، وكانت هي بداية مشواري مع المرض. حاليا من يوم ما والدي اكتشف، او حتى اهلي جميعا اكتشفوا موضوع المرض، حاولوا يلاقوا احسن طرق لعلاج المرض، ولانه ينموا بشخصيتي، او ينموا بالاهل عفوا ينموا بشخصيتي كامله، انا واخوتي، انه نتكاتف لحتى نناهض مرض مثل الثلاسيميا، لحتى نواجه هالمشكلة. ففعلياً بلشت دراستي مثل أقراني، مثل أي شخص طبيعي،
وكانت حياته طبيعية، بس الفكرة أنه كنت أخذ دم كل أسبوعين، أو بالأحرى بداية مسيرة حياتي كانت كل أسبوع أخذ وحدة دم، مع استمرار العلاج بمخلبات الحديد. ومن ثم كبرت، مع لما وصلت لعمر معين صاروا أهلي يوعوني إنه نحن في أشياء لازم ننتبه لها، موضوع الغذاء، بموضوع صحتك، بموضوع ما تتعب حالك. شوي شوي ثقافة الأهل، اعتنائهم فيني كان أمر جدا ساعدني. ف يعني هي براء باختصار وقت ما كان صغير. امتى اكتشفوا اهلك المرض عندك؟ دكتور لما كان عمري 3 شهور تم اكتشاف المرض. عادة يكتشف هو بين 3 اشهر وبين اشهر وسنة او 3 سنوات تقريبا الناس تكتشف. تمام. السؤال المهم، ابوك انا بعرف انه طبيب صحيح؟ براء؟ ايوه سوية. اوكي. عرفته. هل هو متزوج من قريبته ولا من أبداً، هي بالصدفة البحتة يعني، كانت مو متزوج، والدتي ما تقرب والدي يعني، لكن سبحان الله شاء القدر وكان هذا الشيء من نصيبي يعني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. أنت تكلمت عن تلاسيميا صغرى وتلاسيميا كبرى، حاول تقدر تشرح للجمهور شو الفرق بينهم؟ تماماً. هلا التلاسيميا الصغرى هو حامل لمورث التلاسيميا، لا يعني هو يحمل المرض. التلاسيميا الصغرى مثل والدي، مثل والدتي، يعني هن حاملين المورث، لكن ما لا يكتشف انه هن حاملين المورث الا اذا عملوا تحاليل معينه مثل رحلان الخضاب. وهذا التحليل جدا ضروري وقت الزواج، لازم يكون الزوجين، ما يكون واحد من الاطراف ما يكون عنده، يعني ما لازم يكون في الطرفين حاملين المورث، لانه بتكون نتيجه 25% من الاولاد سليمين، 50% مصابين بثلاسيميا صغرى، و25% مصابين بثلاسيميا كبرى. فهي الثلاسيميا الصغرى. بالنسبه للثلاسيميا الكبرى هو خليني بس عباره عن أركز عليها، بس أركز عليها براء عشان الناس برضو تفهم. الثلاسيميا الصغرى إنه أحد الزوجين عنده خلل في هذا الجين، وبالتالي هو ممكن في نسبة 25% أو 50% إنه يورثه لأحد أبنائه، ولكن ابنه هذا ما بيكون مريض، بيكون حامل للمرض، وبالتالي ممكن يورثه لبرضه أبنائه. تماما. التلاسيميا الكبرى، تفضل. تماما. التلاسيميا الكبرى هو المرض نفسه، هو بيحمل بطياته اما يكون كبرى او يكون عظمى، يعني هذا الاختلاف هو اختلاف بحده فقر الدم، بحده زياده نسبه الحديد بالجسم. الاثنين علاجه هو عباره عن مخلبات الحديد وعن طريق نقولات الدم. نعم. الاثنين لهم علاج، هو اما نقيل عظم، زراعه نقيل عظم، او زراعه خلايا غذائيه. حنتكلم عن هذا. طيب، يعني حرجع اشرح بس بسط الكبرى. الكبرى اللي هو انه يكون الاب والام عندهم الجين هذا اللي حكينا عنه في مشكله، لما ينجبوا الاطفال 50% من الاطفال بكون عندهم المرض، 25 ممكن يكونوا بس حاملين، و25 ممكن يكونوا أصحاء، لكن المريض بتصير عنده هذه المشكلة اللي هي مشكلة فقر الدم. لكن هذا المرض غير فقر الدم العادي، دائما احنا بنحكي فقر الدم بكون في نقص حديد، انت بتحكي مخلبات الحديد، احكي لنا شو هي المخلبات عشان الناس تعرف، يمكن اول مرة تسمع. تماما. مخلبات الحديد هي الأدوية اللي تطرح الحديد من الجسم، لأنه هو فيه التلاسيميا فيه طفرة جينية بسبب زيادة كبيرة أو يعني جدا كبيرة بنسبة الحديد بالجسم. مخلبات الحديد بتعمل أنه نحن بشيل الحديد من الأعضاء الداخلية للجسم، مثل الكبد، مثل القلب، من أي عضو من أعضاء الجسم الداخلية، فبيشيل منها الحديد وبيطرحه عن طريق أما البول أو البراز. هذا الشيء بيختلف عن تركيبة الدواء. طيب. يعني هذه هي المشكلة الكبرى يمكن في الثلاسيميا، لأنه بصير عندهم مشاكل في الهيموجلوبين،
اللي هو بيحمل الأكسجين للجسم، ولما بعطوه طبعا زي ما حكيت أنت معظم المرضى التلاسيميا بعطوهم دم كل أسبوعين لشهر حسب الحالة. أنت كنت تأخذ كل أسبوعين ولا كل أكثر؟ لما كنت صغير كنت اخذ كل اسبوع. هون في لها قصه موضوع الدم، كنت اخذ كل اسبوع، بعدين لما كبرت صرت اخذ وحدتين كل اسبوعين، وما زلت باخذ وحدتين كل اسبوعين لثلاث اسابيع، حسب التعب، حسب الارهاق، حسب يعني راحتي بشكل عام بهالفتره هي. بالنسبه في فكره مهمه جدا، انه كثير من اصحابي ومن رفقاتي يسالوني، طب ماشي هلا انت عم تاخذ مخلبات حديد، الحديد انت عندك كيف عم يكتر؟ يعني ماشي انت طول عمرك عم تاخذ مخلبات حديد. جواب كان تبعي انه هو الجواب الحقيقي، انه البني ادم يكتسب الحديد عن طريق اما الاكل او عن طريق الحديد، ما يسمى يمكن الحديد المصل باللغه الطبيه، اللي هو يكتسب عن طريق الدم، اللي هو هذه لازم طرحه عن طريق مخلبات الحديد. اوكي، انت يعني المشكله اللي عم بتصير مع مرضى الثلاسيميا انهم بياخذوا جرعات دم وبالتالي بيرتفع عندهم الحديد. تمام، فطبعا الحديد ماده مهمه للجسم، لكن زيادتها بتؤدي الى مشاكل في الكبد والكلى والطحال، عشان هيك معظم مرضى الثلاسيميا لازم يكونوا منتبهين على هذه الاعضاء بالذات. يعني مخطط الأدوية اللي بأخذها مرضى الثلاسيميا بتساعدهم على الأقل إنهم يتخلصوا من هذه الزيادة الغير مطلوبة. طيب، أنت عشت طفل، توقع إنه لازم أنا طفل أعيش طفولتي الطبيعية البريئة، لكن كنت تضطر إنك تروح على المستشفى، كنت تضطر إنك تجلس في المستشفى ساعات وهم بنقولوا لك الدم. كيف أخذت هذا الشيء؟ يعني هل شعرت أنك مش طبيعي؟ هل شعرت أنك أنت لا تستحق الحياة؟ هل شعرت أنه في أوقات عندك إحباط في الأمل، أم أنك كان في عندك ناس تساعدك وتقويك؟ دكتور هلا بهذا الامر، فضل الله، فضل رب العالمين، الله رزقني باهل فعلا مثقفين وفعلا واعيين. يعني كان اكبر اهدافهم بانه يعزز ثقه اولادهم بحالهم. فترات نقل الدم ما كانت هي الشيء الاعظم بالنسبه لي، اكثر ما هي فترات اخذ الدواء لما كنت صغير، لما كان الدواء هو عباره عن مضخه كنت حطها تحت الجلد بمكان البطن. تماما، كان عندنا الخيار انه نحط من 6 ساعات الى 12 ساعه. طبعا كل ما كثر عدد الساعات كل ما كانت الفائده المرجوه اكثر. فلذلك كانوا اهلي انه يوعوني على الكلام هذا لما كنت، يعني انا اذكر تماما انا صغير جدا ما ابكي لانه مثلا، او مثلا اخذ على خاطري بسبب الابره، او انه مثلا بسبب خاف منها، لا، بس احيانا كنت ازعل انه مثلا انا في نشاطات بدي اعملها، مثلا نفترض اقراني، رفقاتي، انا وجيراني مثلا نطلع ننزل نلعب طابه كذا، فاقول انه خلص الساعه 6 لازم تكون مثلا، بحيث اخذ المضخه ولحتى الساعه 6 ثاني يوم شيلها لما اروح المدرسه. هذا الكلام استمر معي لحتى انا عمري 12 سنه. صراحه دكتور هذا الشيء وعاني، يعني كان تأثيره إيجابي أكثر من يكون تأثيره سلبي. الزعل ما هو زعل إنه أنا مثلاً خلاص ما فيني ألعب، ما فيني أعمل، لا، كانوا صراحة كل شيء له بدائل عن أهلي، بالأحرى عند أهلي. صراحة والدي من الأشخاص اللي وقت ما كنت صغير، يمكن كان عمري 4 سنين، كان عندي كمبيوتر خاص فيني اشتغل عليه، فوالدي كان يعوضني عن هذا الكلام، يوعيني. والدتي كانت دائما يعني تقول لي انه على العكس، الحمد لله يا ابني انه هذا الشيء اللي معك مو شيء ثاني. يحكوا لي عن امراض ثانيين، امراض ثانيه مو بهدف يخوفوني من الامراض الثانيه، يقول لا منيح هذا مو غيره، لا، بنفس الوقت انه هي مشكلتي واجهها، هي المشكله بنواجهها سوا، ما تواجه لحالك. وهذا الشيء فعلا اللي حصل، اشتغلوا على الناحيه النفسيه جدا، ويعني انا قد ما بحمد الله على جهود اهلي، انا ما فيني اوفيهم اي شيء صراحه. يعني اكيد الاهل يعني هم الداعم الاول في هذا الموضوع، واعتقد ما بعرف الوالد اسمه عماد،
تمام والدي، اسمع بعد ايوه الدين. ايوه موجود، بنرحب فيه، اهلا وسهلا فيك استاذ عماد، دكتور عماد، شرفتنا واحنا فخورين فيك وفي ابنك، وبالعكس يعني ان شاء الله رب العالمين تشوفه من افضل واحسن ناس. عمي ابو مؤيد بقول لك سلام عليكم، وربنا يشفيك ويعافيك ويقويك. خولة طه بتقول لك فخورين فيك يا براء، فعلا. بنان طيبة أعتقد بتقول لك proud of you الطباء، برا، يا طباء هي طبع. والدتي. أهلا وسهلا فيها، شرفتينا يا أختي، والله أعطيك العافية، الله يحفظ لك هالنوارة. آية برضه بتقول لك أنا فخورة فيك. الله يسعد قلبك يا ابني، الله يسعده يا رب ويحفظ لك إياه. طبعا الأستاذ محمد تميمي، ابتسامتك براء براءة، والفكر الذي رزقك الله إياه هو أكبر من كثير ممن تمتع بهذه الحياة، وأضف لذلك الأهل الرائعين. الله يبارك طبعا صدرك يا رب. دعم الأهل، أنا فخور بكم جميعا، شكرا لك دكتور، شرفتنا. طبعا دعم الأهل يعني مهم جدا، وأنا حابب إنك ترسل رسالة من هون للأهل قبل الزواج، وفي حال صار عندهم هذا المرض، إيش بتحب تعطيهم نصائح؟ صراحة دكتور، هذا السؤال جيد وكثير حلو، لأنه في كثير قصص صراحة حب باءت بالفشل بسبب التلاسيميا أو أمراض وراثية غيرها. نعم كانوا من الأشياء اللي كانوا دائما أهلي يوعوني عليها، إنه أنت لازم تعرف لما تخطب بنت الناس. الحمد لله الله بعت لي، يعني الحمد لله رب العالمين، الله رزقني بخطيبة وزوجة إن شاء الله صالحة. يعني إن شاء كانوا دائما الله. يقولوا لي انه لما بتخطب بنت الناس لازم تعرف في عندك هذا الشيء، لازم تكون انت دائما منفتح مع البنت واهل البنت بهالموضوع، والاختبارات هي اهم شيء. قصص الحب اكيد موجوده، لكن الاهم هو الحياه. وعونا جدا انه موضوع الزواج هو ما فقط حب، الزواج هو مسؤوليه، ونحن ما لازم نواكب نحط نركب علينا مسؤوليه زياده، بحيث لا سمح الله اذا شخص معه تلاسيميا او القرين معها المرض، او لا سمح الله معها المورث. فكان الموضوع انه دائما يكون موضوع التحاليل هو اول خطوه. فهي من ناحيه تجربتي، لكن نصيحتي من ناحيه الناس اللي عندهم، اللي اكتشفوا عندهم تلاسيميا، انه زوج والزوجه معهم مورث تلاسيميا، نصيحتي انه حاولوا قدر الامكان يتاقلموا مع الوضع، بحيث انه ما فيني احكم على العالم نجيب اولاد، بس موضوع انجاب ولد معه تلاسيميا ما هي بالتجربه اللطيفه، ما هي بالتجربه السهله صراحه، لانه مسؤوليه جدا كبيره، عبء صراحه على المجتمع في حال كان في عدم نضوج بهي القضيه. يعني فبنصح انه كل انسان بده يتخذ اجراء زواج، يعمل فحوصات له لخطيبته، حتى ان شاء الله هيك يكون حياتهم سعيده ان شاء الله، خاليه من كل براء، مرض. سمعت انه الان يعني اطفال الانابيب ممكن يتحكموا في الموضوع هذا، ممكن بتكون مساعدة للانجاب بدون، سمعت في الحل هذا الجديد؟ صراحة دكتور لا ما سمعت، بجوز يكون في تعديل وراثي مستقبلا بموضوع الأمراض في امل والفحوصات ان شاء الله، في امل ان شاء الله. إن شاء الله. هذا الشيء، يعني هذا لسه موضوع كثير كبير، إن شاء الله هيك، يعني أمل من رب العالمين يتطور أكثر، سواء بأطفال الأنابيب، سواء بموضوع زراعة الخلايا الجذعية أو نقيل عظم يكون أسهل ومتوافر أكثر. نعم. تماما. طيب هو بس اعطيك يعني ابديت على الموضوع. انا كنت اقرا عنه قبل فتره، انه اكتشفوا انه بطريقه الاطفال الانابيب بيقدروا، طبعا زي ما بحددوا الذكر والانثى في الطفل الانابيب، بيقدروا يشيلوا هذه الدي ان ايه اللي فيها مشاكل، او ياخذوا البويضه والحيوان المنوي الصحيح ويعملوا بينهم التلقيح. يعني في أمل إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله. نتمنى إنه يوصل العلم بتطور الآن بسرعة، فإن شاء الله يوصل العلم للطريقة لا تفقد الأمل. وأنا عارفك، أنا مش أنت بدك تحكي لنا لا تفقد الأمل. طيب الله براء، يبارك. أهلك شو، كيف كانت، هل تعتقد إنهم فقدوا الأمل بفترة معك ولا لا؟ بالعكس كانوا دائما
فخورين، أنا شايفهم ما شاء الله عليهم داعمين وفخورين إلى فيك وبساعدوك على العكس تماما، يعني إذا كان في شخص ممكن يفقد الأمل فأهلي أبدا مو من هالناس، أبدا مو من هالمجموعة، على العكس دائما كانوا إذا أنا الدنيا سودت أحيانا بوشي هن كانوا الدعم الأساسي. أهلي طبعا عم أحكي أمي وأبي وأخوتي، يعني جميعا من يعني من وقت ما كنت صغير يعني كانوا داعميني دعم فظيع، باللهجة العامية دعم رائع جدا. عندي اخي الكبير كان عنده مبادره انا وصغير كرمال انه موضوع الاكلات الخضراء مثلا مثل الملوخيه مثل الباميه والقصص هي، انا من الناس اللي بحب الاكلات هي، فكان اخي انا وصغير كان عنده احد الدعم تبعه انه انت مثلا بدال مثلا اليوم مثلا لو والدت ماما طبخ مثلا نفترض رز بازاليا وحطيت طبخه ثانيه خصوصي إلك، انا من عندي بنزل اشتري لك شاورما يعني. فيعني يا عيني. هالقصص يعني هي من احد الدعم يعني. يعني طبعا حتى كل اخوانك واحد داعمين لك. طبعا طبعا يعني في كل حدا من واحد بدعم اخوانك، بطريقته. في حدا من اخوانك كان عنده تلاسيميا ولا بس انت الوحيد؟ لا الحمد لله بس انا اللي عندي تلاسيميا كبرى. الحمد لله. والله ايه تفضل. اخواتي عندهم تلاسيميا صغرى حاملين للمورث، وهذا الشيء كانوا كتير مهتمين فيه قبل موضوع زيجاتهم يعني مثل موضوع الفحوصات، والحمد لله الأمور كلها ماشية تمام. الحمد لله. طبعا هاي رسالة للأهل جميعا، إنه إذا ربنا اختبرك وأعطاك ولد عنده مثلا مرض أو عنده مشكلة، خذوا هذه الهبة من الله على أنها تذكرة إلى الجنة. هذه عبارة عن صدقة يومية أنت بتأخذ فيها حسنات بتربية هذا الولد وإنشاء تنشئة صحيحة. نفتخر بوالديك يا براء. يعني أنا شكرا ما شاء شكرا الله عليك مبسوط كثير من لقائي معك. بدي أقرأ لك بعض التعليقات حتى لو إنها يمكن سمعتها كثير، بس أنا شايف فيها دعم. براء، أمك بتقول لك براء ثقافتك وعلمك هو ما ساعدك. أنا بحكي الحمد اللي لله. ساعد براء الله سبحانه وتعالى، أنتو ودعائكم له ورضاكم عنه. يعني أكيد الحمد لله الله يديمه في بدون حياتك يا رب. والديه الله يحفظ لك إياهم يا رب. عبد المنعم النوري بحكي لك براء الغالي بمثابة ولدي، بفتخر فيك. الله يخليك يا عم. الوالدة، شكرا لحضرتك دكتور، الشكر لكم لتسليط الضوء على هذا الموضوع. هذا واجبنا احنا في كنار تي في، ماخذين على عاتقنا انه نحاول نصل المعلومة الصحيحة للمشاهدين، وإن شاء الله براء يوصل رسالة فخر، رسالة اعتزاز، رسالة حب، ورسالة عطاء، ورسالة مقاومة من شاب يعني بمقتبل العمر ما شاء الله عليه نوار. الله يحفظ لكم إياه. زاهي بقول لك الإدارة والإصرار على تجاوز الصعاب فن لا يتقنه الكثير. بالتوفيق. حابب تحكي الله لنا عن يخليك هذا الموضوع، الإصرار. تماما. صراحة دكتور الإصرار يعني الإصرار ما هو هو يخلق مع الإنسان صراحة الإصرار، لكن يقوى الإصرار، تقوى إصراره وعزيمته مع الناس اللي حواليه. دكتور لربما هو الطبيعة اللي كنت فيها، يمكن تكون طبيعة روتينية إنه خلال كل أسبوعين أعرف شو حدودي مثلا بموضوع سواء نشاطات رياضية، علما كنت يعني مواظب على الرياضة بشكل كتير ممتاز لما كنت ببلدي. نعم بس كل إنسان له سقف، لما واحد يعرف شو سقفه، أنا مثلا بعرف حالي أنا سقفي مو أحمل أثقال تبع المليون كيلو، بعرف حالي مثلا مو سقفي تبع أنه ممكن أركض 3 كيلومتر أو أعمل ماراثون، لا لا، لازم إنسان يعرف شو حدوده، لازم يعرف يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عنده، صحيح. لازم واحد يعرف كل قدراته ويعرف شو بيحسن يعمل ويشتغل اللي بيحسن يعمله ويطور من نفسه دائما على حسب مقدرته. فيمكن الإصرار من نوع، خليني اسمي لك يا دكتور، من نوع الإيمان أو من نوع الرضا بما الله أعطانا يعني. نعم. هذا هيك فيني أقول لك هذا موضوع الإصرار يعني. بنفس الوقت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعني
هي هاد جوابي. خروج ذهابك إلى المستشفى كل أسبوع أسبوعين 3 أسابيع حسب الحالة لنقل الدم أو للحصول تمام على جرعات الدم. يمكن أنا بحكي لك إياها، أنا طبيب بس يمكن بحكي لك إياها وأنا مش شاعر فيها الشعور الفعلي، لأنه أنا ما عدت تحت الجهاز هذا وقعدت أستلم إن الدم شاء الله ما بتعتاد كثير. لساعات إن شاء الله، ويمكن الجمهور نفس الشيء. أنا حابب توصلنا هذه التجربة، حابب تحكي لنا شو كان شعورك، شو بتسوي خلال هاي الفترة؟ تمام. هلا دكتور، اول شيء بداية الامر، نقل الدم هو عملية فيني بسط لك اياها مثل نقل سيروم، يعني مثل كيس السيروم، مثل الدواء، نعم وبيقطر لحتى ينتهي. كل كيس بياخذ قرابة ساعة ونص ل3 ساعات، حسب شو بيتيسر يعني، بس غالبا بياخذ قرابة ساعتين يعني او ساعتين ونص. خلال فترة وجودي بالمشفى، لما كنت صغير كانت والدتي دائما تجيب لي مجلات ترفيهية تعليمية، أذكر مجلة ماجد كانت كثير مشهورة عندنا بالبلد. بعدين لما كبرت صرت آخذ أحمل معي البلاي ستيشن مثل ما هي، أوصل على التلفزيون تبع المستشفى نعم والعب أنا وأخي، أنا ورفقاتي، مين موجود من معي يكون مثلا معي بالمشفى نلعب معه. طبعا موضوع المشفى هو، أنا اضطريت أنقل بمشفى خاص طول عمري لسبب كثير مهم، هو انه نحن عندنا للاسف القوانين الطبيه لنقل الدم هو عباره عن على هيموغلوبين 6 او 7، وهو هيموغلوبين كثير واطي، بيخلي الانسان شبه معدوم حركيا وظيفيا. كان والدي كطبيب يعني، وله علاقاته مع الاطباء زملائه في بريطانيا، احد المستشارين في بريطانيا قال له انه بدك ابنك يكون عنده نمو عظمي جيد، لازم تنقل له على خضاب 11 لحتى يثبت العظم عنده على عمر 18 20 حسب نوع الجسم عنده يعني. نعم ففعلا استمريت على انقل الخضاب على 11 لحتى صار عمري حتى 23 عم بنقل على خضاب 11 وما نزلته. فهذا احد الاشياء اللي ساعدني انه يتسوى الموضوع. هاي نقطة مهمة يا براء، يعني هاي بنوجه رسالة لوزراء الصحة والأطباء الموجودين والمشرفين على أنهم يتخذوا هذه التجربة، لأنها أثبتت فعاليتها في كثير من الدول المتقدمة، وإن شاء الله رب العالمين يستطيعوا أنه يساعدوا مرضى الثلاسيميا في دولنا. كمل براء، تفضل. فنرجع لموضوع المستشفى، فكان دائما يعني كل مرحله كانت لها خليني اسمي لك اياها نكهه خاصه صراحه. بصغري برجع بقول لك دكتور، كنت اجيب بلاي ستيشن العب انا واخواتي انا ورفقاتي بالمشفى يعني. نعم لما كبرت شوي صرت اخذ لابتوبي وادرس من لابتوبي، وما زلت هلا للان لما اكون بالمشفى ويكون مثلا عندي ابحاث او مثلا يكون عندي دراسه، او حتى احيانا وقت كان عندي عمل كنت انجزه خلال فتره قعدتي بالمشفى. صراحه المشفى كان هو بيتي الثاني، والاطباء والطاقم التمريض هن عائلتي يعني صراحه. يعني كنت احس براحه تامه رايح المشفى، انا كنت احس انه ما كثير فرقت انه عن غرفتي بالبيت عن الغرفه اللي انا بنقل فيها دم، يعني هي عباره عن نقل مكان فيزيائي يعني مو اكثر. نعم الجو كان جيد. برجع بقول لك دكتور، يمكن هذا الشيء بيعود لموضوع المشفى الخاص. للاسف اتمنى كل مريض تلاسيميا سواء ببلدنا او غير بلد يحظى بانه يكون في اهتمام اكثر بالرعايه الطبيه. ويعني هي هذا هذا اتمنى اكون جاوبتك على سؤالك دكتور. فكنت تستفيد من وقتك يعني في القراءة والعلم. تمام الله الله تمام يزيدك. طيب احكي لنا عن موضوع العظام، انت جبت سيرته، خلي الناس تعرف ايش بيصير مع مرض التلاسيميا والعظام. العظام بتصير فيها تشوهات، كثير ناس بصير عندهم شكل خاص معروف بسموه السنجابية، الصحة السحنة السنجابية. السنجابية. يس، فاحكي لنا عن هذا. تمام دكتور، هلا أنا هحكي عن الموضوع من خلال تلقي لهذا الشيء عن طريق الأطباء. يعني أنا نعم مو كطبيب، أنتم حضرتكم دكتور أنتم يعني أعلم بهذا الشيء، بس أنا هحكي من باب العلم. عادة مريض التلاسيميا بصير عنده صحنة سنجابية أو تشوه بالعظام، وخاصة عظام الوجنتين، بسبب كثافة
شغل نقيل عظم بالجسم، فبيسبب توسع بنقيل عظم مما بسبب تشوهات. فنحن نعم عندنا على حسب ما بعرف وقريت، عظام الوجهتين هن اكثر عظام بيكون فيها عمل لنقيل العظم، فهذا الشيء بيسبب توسعهم وحتى توسع الجبين، فبشكل صحن سنجابية، وبيزيد هذا الشيء عن طريق قصر القامة، تشوهات بيسموها البون مان فورميشن، تشوهات عظمية بسبب نقص الهيموجلوبين، فبالتالي بيستدعي الجسم يقول لنقيل العظم اشتغل اكثر يعني نقيل العظم لحتى ينتج كريات حمر. هنا بيكون كريات حمر خلينا نسميها او يمكن اسمها كاذبة او وليدة، كريات حمر وليدة، انا ما عندي مصطلح الطبي تبعها الصحيح، نعم اللي هي ما بتعطي الهيموجلوبين الصحيح للجسم، فبالتالي هو بيشتغل بيعطي نقيل العظم عبوء للجسم اكثر، بيعرض نقيل العظم، بيعمل تشوهات. لهذا السبب اغلب مرضى التلاسيميا للاسف عندهم تشوهات بالعظم. نرجع لموضوع نقل الدم على خضاب 11، كان مهم لحتى نحن ما نعمل عبء على نقيل العظم. العظم. نعم طبعا دكتور عماد، انا برسلت لك لينك اذا بتحب تدخل معنا بنتشرف فيك. الوالدة بتحكي انه اهم عامل لدى براء بالحياة الطبيعية هي ممارسة حياته الطبيعية ودراسته وتفوقه. انت كنت ما شاء اوكي الله ممكن متفوق في المدرسة اللي فهمته. صراحة دكتور، لا بالمدرسة المرحلة الدراسية كنت مشاغب جدا، ما كنت شاطر يعني، بس المرحلة الجامعية حطيت على دراسي يعني. صراحة دكتور كان دراستي هي مانجمنت انفورميشن سيستم، إدارة نظم المعلومات. في سوريا؟ دراستي هي كانت عبارة في سوريا بالجامعة الأوروبية. نعم دراستي كانت عبارة عن مفترض هي 4 سنين، الحمد لله تفوقت بأول سنة دراسية والثانية وخلصتها ب3 سنين بدل 4، وكنت بأحد السنوات هو الثالث على بصفي يعني. هذا الشيء خلاني إنه استمر، إنه لما أتخرج أقدم على الماستر بسوريا، والحمد لله قدمت على ماستر بسوريا وحصلت على مقعد ماستر إدارة التقنية، ماستر اوف تكنولوجي مانجمنت بالافتراضية السورية. حاليا بقي لي منها فصل وبخلص بإذن الله تعالى، بس حاليا أنا بفرنسا قدمت على ماستر اوف بزنس انتليجنس وتم قبولي، وإن شاء الله هلا بعد 3 أشهر تقريبا راح بلش الماستر، مشوار جديد، خبرة جديدة إن شاء الله، ويعني عسى يوما ما هيك يكون لي مطرح بحلمي بشركة جوجل يعني. أوه إن شاء الله إن شاء الله، الله إن شاء يوفقك الله. يا رب. طبعا الأخوة الزملاء عم بكتبوا لك أدعية وبعطوك ورد. عبير أهلا الله وسهلا فيكي. أرجو تبيان أين وصل براء في العلم واللغات. تمام دكتور، هي كمان موضوع اللغات هي موضوع كمان تاني. وقت ما كنا صغار كانوا أهلي جدا مثابرين على إنه نتعلم اللغة الإنجليزية، فوقت ما كان عمري 6 سنين كنت مواظب صيفا شتاء، لحتى ما صار عمري 14 سنة أنا وإخوتي بدراسة اللغة الإنجليزية صيفا شتاء بمعاهد جيدة جدا في سوريا. وب 2012 درست أنا وإخوتي كمان اللغة الألمانية، وحاليا أنا في فرنسا عم أدرس اللغة الفرنسية بالإضافة إن شاء الله للماستر يعني. ما شاء الله ما شاء الله، يعني فيعني انت إن شاء الله تحديت المرض بالعلم، يعني انا شايفك ما شاء الله رايح على العلم. الله يعطيك هو إن العافية شاء الله يزيدك. الله يخليك، والله هو فضل رب العالمين ولأهلي صراحة يعني. أنا أهلي بفتخر فيهم جدا، هن أهل علم فعلا حقيقة، الواحد صح ما بيمدح بحاله يعني، بس أهلي الحمد لله رب العالمين، الناس فعلا قلائل الحمد لله، كثير 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 كانوا ينبهوني أنا وإخواتي يعني جدا على موضوع سلاحك هو علمك، يعني شو ما دائت فيك الدنيا علمك هو اللي بينفدك يعني. صحيح فسبحان الله رب العالمين، الله يا رب هيك ينفعنا باللي علمنا رب العالمين، وإن شاء الله نكون هيك منارة للمجتمع مستقبلا إن شاء الله تعالى. آمين يا رب العالمين. براء، أنا يعني عمنا أبو مؤيد هذا يعني رجل بركة،
وخير وطيب، وهو يعني أنا بعتبره كبير الجالية السورية في أوتاوا. بدعي لك اللهم شافي براء، اللهم آمين، آمين يا اللهم رب، آمين، اللهم آمين يا زيدك رب، من نعيمه وزيدك من خيره يا رب. آمين يا رب، عندك إياكم برضه يا رب. آية بتقول لك من أجمل ذكريات الطفولة، من فينا نروح، مين فينا يروح على المستشفى مع براء؟ كانت الساعات اللي بنقضيها أجمل ذكريات الحلوة اللي عشناها. هاي أختك يمكن؟ تماما، أوكي هي طيب، أختي تماما. احكي لنا عن هذا الشيء، كيف إخوانك دعموك؟ غير الأكل اللي بالشاورما. صراحة يعني سبحان الله، دائما بين الأخوة دائما في أنواع دعم مختلفة. يعني هلا ما كان يحسسوني إنه مثلا إنه أنت مثلا عندك ضعف معين، أو مثلا إنه أنت حيكون جسمك ضعيف. على العكس، كانوا عندي إخوتي ما شاء الله كان دائما يقولوا لي إنه لا، نطلع على الرياضة سوا، مثلا نروح على المسبح سوا. حتى كنا يعني انا واخي نلعب صراحه رياضه عنيفه يعني اسمه مواي تاي، لمده منيحه من الزمن يعني. فكانوا يعني على العكس، انه انت هذا الشيء لا يعني انت ما تلعب رياضه، لا يعني انه انت مثلا ما تقوي حالك، على العكس خليك طبيعي وتعامل طبيعي. والحمد لله يعني هو شيء طبيعي جدا. يعني واحد يعرف، بنرجع نقول واحد يعرف حجم المرض يحدده ويعالجه. يعني احنا ما في داعي إذا واحد كان عنده مصيبة خلاص فالحياة انتهت، نعالج نعم المصيبة على قدر المصيبة. نعم الوالد بيسأل كيف الدخول. احنا ارسلنا لك لينك دكتور عماد، بتدخل عليه، بتكتب اسمك وبتدخل على سهل جدا، بتحطه في الكروم وسهل جدا. في سؤال من زاهي، هل التلاسيميا تسبب هشاشة العظام؟ استاذ زاهي، هذا مش احنا مش حلقة طبية، انا مش اخصائي تلاسيميا ولا اخصائي دم، وبراء بحكي من خبرته، فالأفضل إذا إن شاء الله بنقدر نجيب طبيب يجاوب على هاي الأسئلة. الأستاذ محمد بقول لك ما دام براء مهتم بالتكنولوجيا، يجب أن يكون من الفريق المشارك في حلقات التكنولوجيا مع الدكتور هشام قدومي. إحنا راح يكون، يعني أعطوني بالتأكيد هذه التذكرة، إنه راح يكون عندنا برنامج عن التكنولوجيا، وراح نستضيف فيه شباب مثل براء والشباب اللي بيحبوا يتكلموا عن التكنولوجيا، مع دكتور أخصائي في التكنولوجي موجود هنا في كندا، مستشار راح يقدم برنامج على كنار تي في. فبندعو براء، أنا عارف براء أنت الساعة قديش هلا عندك براء؟ يا شرف يا دكتور. هلا الساعة 12 و37 صباحا، بعد صباحا نشوف بالليل يعني. انتم مفطرين، فخذ راحتك، احنا لسه عندنا صيام، بس خذ راحتك، اذا بتشرب ميه الله يتقبل دكتور، بدك الله هذا، يخليك دكتور، احنا الأمور ما تمام خلص يعني دكتور. خذ راحتك. الناس متفاهمه انه فرق الوقت طبعا، لانه براء في فرنسا، فان شاء الله بتكون جزء. انا حتواصل معك وحنشبكك مع الدكتور هشام قدومي. إن شاء الله اكرام بتقول لك تحيه للاستاذ براء وشكرا على التوعيه التي تبثها. الله عمي يحفظك. أبو ميت بقول لك ما شاء الله. أحمد الخطيب، عافاك الله وسدد الخطى وبارك بأهلك، وإن شاء الله تنال أعلى المراتب حبيبنا براء. الله يخليك يا رب. الأستاذ سمير بقول لك نتمنى لك الشفاء، ربنا يحميك ويعطيك الصحة والعافية إلى الأمام. الأستاذ إكرام، بعض الدول أدخلت الفحص الطبي قبل الزواج من أجل الوقاية والحماية من بعض الأمراض الوراثية، هل أنت مع هذا التوجه؟ نعم أم لا؟ مع تمنياتنا. طبعا اول شيء تحياتي، اكيد مع هذا الموضوع، مع موضوع ادخال الاجراءات الطبيه قبل الزواج. يعني هذا الشيء مثل ما بتسموه بكندا مانداتوري، او يعني اجباري او ضروري جدا. نرجع بنقول موضوع انه الواحد يكتشف، يعني مثل ما بيقولوا دينار وقايه خير من قنطار علاج. يعني واحد يعرف اذا عنده شيء لا سمح الله، يعرف شو ممكن يواجه مستقبلا. فيعني اكيد انصح جدا بموضوع الفحوصات الطبيه قبل الزواج، وخاصه بخص رحلان الخطاب لموضوع التلاسيميا. مظبوط. طيب، في صار فترة في حياتك لما انتقلت من البامب اللي كنت تحطه تحت الجلد هذا إلى الدواء اللي تم اكتشافه. هذا طبعا شيء مهم إنه العلم يتقدم. إيش أعطاك أمل هذا؟ كيف غير حياتك؟
دكتور صراحة سؤالك في إله وجهين، وجه جميل ووجه للأسف سيء، وبالأخير انتهى بجمال آخر. الحمد لله. الوجه الأول دكتور، أنا لما بلشت بأخذ الدواء بدل المضخة، هو كان أنا من الناس اللي عم تجرب الدواء في سوريا، خليني أقول. الحمد لله جسمي استجاب للدواء، هو الإكس جيد من شركة نوفارتيس، استجاب لإله بشكل جيد جدا، والحمد لله رب العالمين غناني عن المضخة، عن الديسفيرال. بعد الحرب عنا، خليني أقول بسوريا بـ 2013، فيني أقول لك كان هذا الشيء، الدواء نفسه أو بالأحرى من نفس الشركة ما عاد متواجد، لربما صار في شركات تانية من غير تسميتهم، وكأنه الدواء لا ينفع يعني. فأنا صراحة فيني أقول أنا قرابة 6 سنين بتواجدي بسوريا، او حتى لما انتقلت رجعت من مصر الى سوريا، كنت شبه ما عم احسن اخذ دواء، او ما عم اخذ دواء فعليا. فانا 6 سنين سائت فيني الحال جدا في سوريا، كنت انا اقول انه خير هذا اللي الله كاتبه، لا يمكن انه نحن كنا نجيب الدواء، لانه هو الدواء بينجاب عن طريق خليني اقول صفقات دول، او فيني اقول هو صح. تكلفته جدا 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 عالية. فكنت اقول خير انه يعني سعري بسعر غيري، بس بنفس الوقت ما في استسلام. لكن سبحان الله لما سافرت رجعت اخذت الدواء هون، أعتقد صار فريز عند براء. براء سامعني؟ عفوا على الانقطاع. براء براء طيب، راح نكمل مع براء قريبا إن شاء الله. خليني أشوف شو المشكلة. أوكي، نرجع لموضوع التلاسيميا بشكل عام. احنا جبنا هذا الحلقة ليس لتوعية طبية بشكل انه، لانه براء مش طبيب وانا مش اخصائي هذا الـ 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 هذه الامراض، امراض الدم. لكن اللي جبنا الهدف من هذه الحلقة كانت لنقل التجربة اللي مر فيها براء، لنقل الأمل والإيجابية اللي عاشها براء. وطبعا يعني احنا شايفين كيف تعامل أهله معه، كيف استطاعوا إنه يجعلوا من براء إنسان ناجح، كيف استطاعوا إنه ينموا فيه المهارات، كيف استطاعوا إنه يعطوه دفعة للأمام، يجعلوه من ريادة الشباب. طبعا بدي أقرأ شوية تعليقات. في دعاء هون من الأخ عبد المنعم بيحكي: اللهم اجعل براء قرة عين لوالدي، اللهم اجعل براء قرة عين لوالدي وأنامل من ربوعه وروعة تلف بالحرير والسندس، آمين يا رب. الأخ عاطف بيحكي: good for you، thank you عطيف، I'm proud of you، thank you، بارك الله فيك. طبعا عليا بتحكي: بعد الفضل لله براء سر انطلاقه بالحياة والدته ووالده، وهذا اللي بنحكيه وهذا هدف الحلقة وأسلوب تعاملهم معه منذ الطفولة. بارك الله لك وبارك الله بوالديك، وإن شاء الله دائما بأعلى المراتب. عفوا يا براء، احنا صار انقطاع. It's okay، it happens، انترنت مش مشكلتك، تكمل تفضل. براء سامعني؟ براء غريب، مش مشكلة إذا سامعينك احنا. يمكن في ضغط على الشبكة، لما أنا حاطط على 4G يعني. طيب بنكمل. قبل ما تشبك كويس الشبكة بيحكوا لها: أنت مصدر الأمل والإيجابية. نعم، وهذا اللي شايفينه إحنا. طبعا
احمد الله ان عائلتي. دكتور احنا حاطين اللينك لك في هنا موجود اذا بتحب تدخل. احمد الله ان عائلتي متميزه، زوجتي مدرسه درجه اولى في اللغه الانجليزيه، طبعا والد براء بحكي، وابني الاول سنه رابعه جراحه عظام في المانيا، وابني الثالث ماجستير صيدله، وبنتي ماجستير جرافيك ديزاين، وبراء آخر العنقود. الله يخلي لك إياهم يا رب، ويحفظ لك إياهم يا دكتور، ويحفظك لبراء، ويحفظ زوجتك لكم كمان. ربنا يحفظكم جميعا ويسعدهم دنيا وآخرة، آمين. نعم، هذا هو اللينك أستاذ دكتور عماد، إذا بتحب تشاركنا الحوار. ما شاء الله حولك والله يحميك. طبعا دكتور معك متابعين، أهلا وسهلا فيك، وإحنا معكم دائما. بدنا نرجع نشوف كمان مرة، للأسف يعني إحنا فينا لسه أسئلة كتير لبراء، وإن شاء الله نقدر نسأله إياها. طبعا في سؤال ما هو العلاج؟ هو لا يوجد علاج لهذا المرض، هذا مرض كرونيك، يعني بعيش فيه المريض طول حياته. الآن أوكي، هاي دخل براء مرة ثانية، تفضل يا براء. لا مش سامعينك. تعرف يا براء، حكمل معك على الواتساب، حتصل فيك اتصال وحنسجل تسجيل، يمكن في صوت رايح او اشي. خلينا لو سويناها عشان الناس. سامعني يا براء؟ اوكي براء، يمكن في مشكلة عندك، خلينا نكمل صوتي مش مشكلة. الناس سامعينك براء معي؟ ما في ميزو. طيب كمل لنا، انت بسنة ال 2000 رحت على مؤتمر التلاسيميا في الأردن، 2001 تماما. احكي لنا عن هاي الخبرة. تماما كان صراحة دكتور، أنا رحت على المؤتمر، يعني كنت صغير، ما كان عندي الوعي شو هو المؤتمر التلاسيميا، بس الشيء اللي خلاني أعرف مدى أهميته للتلاسيميا بهذا اليوم هو إنه كان مستر بانوس اسمه، هو رئيس تي أي إف، تلاسيميك انترناشونال فيدريشن، اللي هو رئيس منظمة التلاسيميا أو فيدرالية التلاسيميا العالمية. وقتها رفع لي ايدي قدام الكل وقال انه براء هو من احسن حالات التلاسيميا، من افضل حالات اطفال التلاسيميا بالعالم. فهذا كانت بالنسبه لي خطوه جيده جدا، او خطوه جديده، لانه محفز لاهلي ولإلي صراحه. فمن هون صراحه كان في انبعاثه. تمام. معلش اعذرونا، يعني بنحاول انه بافضل طرق انه نوصل للحل الصح، نوصلكم مع براء. نحاول نتصل مع براء. لا لا، مش حنهي اللقاء أنا بدون ما أحكي مع براء. في عندي سؤال مهم، لأنه
طيب أنا هحاول أتصل فيه على الماسنجر. معلش اعذرونا، بدنا نحاول نتصل بطريقة ثانية. اوكي براء معنا. طيب براء، عفوا. ايه دكتور، سامعني؟ ايوه سامعانك، ممتاز، تفضل. واخيرا الحمد لله. ترجع سؤالك. طيب، سألناك عن المؤتمر، الآن بدي أسألك عن سؤال مهم، التنمر. هل حصل معك تنمر في المدرسة بسبب هذا المرض؟ دكتور، ما هو موضوع تنمر على قد ما هو موضوع انه كانوا دائما الطلاب يسالوني ليش وصك، ليش وشك اصفر، ليش عينك صفر. نعم. يمكن التنمر الوحيد بحياتي هو شخص من اصدقائي كان انه يتمسخر على موضوع صفار وشي، لكن هو كان صغير يعني ما كان يعتبر التنمر. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، انا يمكن ما واجهت تنمر بهذا الموضوع. يعني ما كان يمكن صفار الوجه او صفار العينين حاجه لحتى الطلاب يتنمروا عليها. عدا هيك كانوا صراحه الحمد لله اصدقائي كلهم بكل مراحل عمري داعمين لي صراحه، اكثر ما هن ممتاز. يعني كان تاثيرا ايجابي اكثر من تاثيرا سلبي يعني. طيب، هذا إشي ممتاز. لمين بتحب توجه الآن رسالة شكر لناس دعموك؟ إذا بتحب تحكي عن أشخاص، بتحب تحكي عن بشكل عام، إلك الميكروفون معك. والله دكتور القائمة تطول صراحة، تطول جدا مش شوي. بس يعني خلال السنوات الأخيرة طبعا دائما في أقول شكر خاص لأهلي وإخواتي، خاصة يعني أخي اللي أقرب لعمري هو غيث، والجميع طبعا ما حدا مقصر. هذا اللي كان يجيب لك أصدقاء، شاورما؟ لا هذا الثاني الله يحميه. الله يخلي لك اياهم. طيب الله يخليك يا رب. سبحان الله دكتور، يعني في ناس معينة دايما تلهمك. يعني نعم. في عندي صديق هو صراحة يعني صديق المهام الصعبة أنا أسميه، ويعني هو خليلي يعتبر، هو مازن حساني. يعني هو من أكثر الناس اللي داعمة لإلي بأي شيء. بصراحة الحمد لله كل رفقاتي يعني كلهم فيهم خير وكلهم الحمد لله ما حدا بيقصر. بس مثل ما قلت لك دكتور القائمة تطول جدا جدا. الله يكثر المحبين دائما. آمين آمين آمين، الله يحفظ لك إياهم كلهم. طبعا آمين يا رب. باسمك هون احنا بنقدم رسالة شكر برضو لأهلك، لوالديك، لإخوانك وأختك، وندعو لهم بالتوفيق، وندعو لك يا براء بالتوفيق. نشكرك على سرعة الاستجابة لتكون معنا على كنار تي في. الله يخليك دكتور، هذا شرف لي. أعطيتنا دفعة أمل كبيرة، وإن نتجاوز فترة الكورونا. يعني طلعت الكورونا ولا إشي بالنسبة للفترة اللي أنت مريت فيها. دكتور الحمد لله يعني كله من رب العالمين هو خير. يعني بالأخير هاي الحياة في إلها مهمة ونحن لازم نأديها. نعم. أنا عجبتني، برجع بقرأ في النص اللي أنت كتبته على الفيسبوك. مرض التلاسيميا ليس بالخطير، طبعا هو خطير، هو يعني إذا تمت تجاهله وعدم أخذ الأدوية المناسبة ونقل الدم، الناس للأسف ممكن أنها تفقد حياتها.
بس القصد فيه أنه إذا أنت التزمت بالإجراءات الطبية الصحيحة إن شاء الله ما بصير شيء. طبعا هو مش معدي، ما بنعدى من شخص لشخص، مش زي مثلا الرشح أو الزكام أو حتى مثلا الكورونا. هو مرض زي باقي الأمراض، في روتين للأسف، ولكن يجب أن تتأقلم معه. عجبتني آخر جملة أنت حكيتها: أنا مريض ثلاسيميا وأفتخر. تمام دكتور. هلا من في ناحيه كثير كثير حلوه او مهمه انت لفت عليها، اللي هي موضوع انه مرض الثلاسيميا ما له بالخطير. انا هي جمله صراحه كتبتها الى هدف ثاني. صراحه في للاسف بمجتمعنا نحن يعني نفتقد للتوعيه بكثير امراض وبكثير اشياء تحصل عنا بحياتنا. صراحه بكل مجتمع في منه المثقف، في منه الجاهل، وفي منه الجاهل اللي بيحاربك على جهل. للصراحة دكتور، في ناس ما بتعرف شو هو التلاسيميا، في ناس ما بتعرف شو هو المرض الفلاني. نعم. يحكوا عنه اللي يحكوا، بس بالأخير المرجع الطبي هو الأساس والمرجع العلمي هو الأساس. نحن انا برايي الخاص كمريض تلاسيميا، انا كمريض تلاسيميا واي مريض صراحه حامل المرض، ما لازم يكون بخاف او بيخجل من مرضه او من حاله اللي معه اياها شو من كانت تكون. على العكس المفترض يحارب مشانها، يوعي الناس مشانها. يعني صراحه من اكثر الاشياء اللي بجد بتسعدني انه يكون الانسان انفلونسر لقضيه بتخصه، لانه تحسب هو لما يكون هذا الشيء الرسالة اللي يوصلها هي من أسمى الرسائل، لأنه صراحة دقية بالعلم عنه، فلازم يعلم الناس عن هذا الشيء. كلمة أنا مريض تلاسيميا وأفتخر وبقولها دائما ومجددا بقولها، أنا مريض تلاسيميا وأفتخر. أي نعم أفتخر. في ناس كانت تقلي على شو تفتخر، يعني أحد التعليقات مرة كاتب واحد أنت على شو عم تفتخر، أنا عم أفتخر رب العالمين عاطيني هاي خليني نسميها الهبة وخلاني واجهها وما اتضايق منها وما اخجل منها. بعرف كثير من مرضى تلاسيميا للاسف موجودين عنا بالبلد وموجودين بمراكز تلاسيميا، ما بيحبوا يحكوا عن المرض، ما بيحبوا يحكوا عن هذا الشيء، بفكروا هو وصمه عار او شيء، بينما هو يعني هو وضع انت خلقت فيه، تعايش معه، عالجه طبيعي، تعامل معه طبيعي. هو فعلا اذا عالجته انت تتعامل معه او حياتك بتكون يعني تمشي بشكل طبيعي جدا. فرسالة بهالجملة هي نحن لازم نوعي العالم عن جميع أو كافة الأمراض اللي نحسن نوعية فيهم، خصوصي بهذا التلاسيميا، وما نشعب المرض أو نعطيه إيدين ورجلين. يعني دائما سبحان الله الشعوب ربما هيك من باب الفضول أو من باب سماع كلمة من واحد إلى آخر، هذا الشيء بيسبب شيء معين ورغم ما له بالأصل نهائيا. فهاي الجملة كانت عبارة عن إنه نعرف عن المرض، نعرف عنه، نتعامل معه، على العكس نكون واعيين له. فهي هي سبب كتابتي للجملة، وأكيد بفتخر يعني. أوكي. طبعا كنا حابين نستضيف والدك ووالدتك، لكن للأسف شكله في إغلاق على الموقع. anyway احنا كثير انبسطنا معك، انت فعلا سفير لهذا المرض، وان شاء الله رب العالمين تستطيع بالتوعية بدفع عجلة البحوث الطبية التي قد تنقذ حياة آخرين. انت الآن تحديت هذا المرض وقلت له انه انت لن تعجزني بل انا سأعجزك، وبالفعل تعلمك للغات، الآن بتدرس ماجستير الثاني طبعا، نفتخر فيك. أنا جدا 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 فخور في براء، فخور في أهل براء، الدكتور عماد والأستاذة بنان. أشكركم جزيلا على ما تقومون به، وزي ما حكيت هاي رسالة منا لجميع ال الأخوة اللي عنده مرض أو عنده طفل مريض يأخذ هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو قاعد بأخذ حسنات يوميا على ما أعطى الله إياه، وهذه يمكن قد تكون نعمة وليست نقمة.
فلننظر إليها بإيجابية، فلنتحدى المرض ونبين له أنه ضعيف بالنسبة لقوتنا، قوة إرادتنا وقوة الأمل. براء، أنت أعطيتنا أمل، أعطيتنا إرادة، أعطيتنا قوة. الله يكرمك. الله يعطيك ألف عافية، الله يشفيك ويقويك ويعطي أهلك ألف عافية، وإن شاء الله رب العالمين يكون لنا لقاء ثاني عن التكنولوجيا مع براء. إن شاء الله. أهلاً دكتور، ربي يكرمك. إن شاء الله. للجميع. حبيبي. شكراً لك مرة تانية، وشكراً لضيوفنا وجمهورنا، ونراكم اليوم في حلقة الساعة 10 مساءً، راح تكون حلقة مهمة جداً عن الفولكلور الأمازيغي. سنتكلم فيها عن الفولكلور والثقافة الأمازيغية. معاي خولة، أهلا وسهلا فيك يا خولة. دكتور، احنا عملنا دكتور عماد، يكون معنا دكتور عماد. ممتاز ممتاز ممتاز، احنا كنا بدنا ننهي الحلقة. سبحان الله، دكتور عماد أهلا وسهلا فيك. يا مساء الخير. كيفكم؟ والله بخير، احنا مبسوطين بشوفتكم. كيفك يا دكتور؟ ان شاء الله بخير. انت الله يسلمك. دمشق بتسلم عليكم جميعا، وانا فخور فيكم جميعا. بارك الله بجهودكم. وانا الحقيقه انني افتخر بعائلتي جميعا، ومن ضمنها براء. الله يرضى عليه ويحن عليه وكل اللي بالرضا، لانه هو عباره عن مصدر سعاده، مصدر حب لنا في البيت كلياتنا. الله يحفظ لك اياه. طيب، مدامك انت موجود معنا حنسألك سؤال. لما عرفت انت انه براء عنده هذا المرض، كيف بديت تفكر في مستقبل براء؟ ولا هو براء لحاله بنى لحاله المستقبل؟ الحق يقال انه بالنسبة لي اتى مفاجئ، لانه انا ما كنت بعرف انه انا عندي تلاسيميا صغرى، ولا انه زوجتي التي لا تقربني من اي صلة بعيدة جدا عني ايضا لديها تلاسيميا صغرى، فكان امر مفاجئ. ومع ذلك الفترة الاولى كان صعب جدا علي نفسيا للحد الادنى، ولكن بعد تفكير، بعد المحادثة مع زملائي الله يحميهم يا رب جميعا، طريق لابد منه ومن أخذه. مشان هيك وطلت نفسي إنه نحن نتجاوز الموضوع هذا. وأنا كان في وأنا محظوظ كثير إنه زوجتي إنسانة ذكية جدا، واعية جدا، متفهمة جدا، ومحبة جدا، فهمت الموضوع وتماشينا بقى درجة 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 من دون ما ناخذ من عين الاهتمام لأي كلمة من كلمات المجتمع المؤذية. كثير من الأحيان كانت كلمات المجتمع مؤذية جدا، ولكن الحمد لله صبرنا، إيماننا، ثقافتنا، علمنا، تجاوزنا الموضوعات. الحمد لله رب العالمين. دكتور، طبعا أنا يعني من هذا المنبر، منبر كنار تي في، حابب أشكرك شكر جزيل على ما قمت فيه أنت ووالدة براء وإخوانه وكل من دعم براء في حياته. أنا عارف أنه الأب والأم ما بدهم شكر، فرحتهم أنه يشوفوا أبنائهم بأعلى المراتب، وهذا ما نتمناه لكم من أسرة كنار تي في، أنه إن شاء الله رب العالمين تشوفوا براء مش في جوجل رئيس جوجل. عفواً، بيلي براء يا بابا، أنا ما بكون حققت ذاتي إذا ما دخلت المايكروسوفت أو الجوجل، وكنت من البايونيرز يعني هناك إن شاء الله. وأنا عندي قناعة إنه يستطيع، لديه القدرة ولديه الذكاء ولديه التصميم للوصول لهذه الأهداف إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين شوفوا في أعلى المراتب زي ما حكينا، إن شاء الله رئيس لجوجل ويحل لنا مشكلة الإنترنت. تماما. إن شاء الله. تماما.
تشرفنا فيك دكتور عماد، كانت يعني كنا حابينك يكون بداية اللقاء، ولكن سلامنا للأهل، وشكرا للأستاذة خولة اللي استطاعت إنها تعمل إشي تساعدنا فيه. نشكر براء مرة ثانية، نشكر جميع جمهورنا، حلقة كلها أمل كلها تفاؤل، كنا محتاجينها في هذه الفترة. مش فعلا فعلا عندنا الله عز وجل، فعلا يضرب بكم المثل في التعامل مع الصعوبات وكيف تتحدونها، ونجحتوا ولله الحمد. وهذه رسالة منكم لجميع العالم انه ما في شيء صعب على البني آدم. اكيد اكيد اكيد، بارك الله بكم جميعا. آمين. الله يوفقكم دكتور، وتشرفنا فيك، وأنا كتير معتز بوجودك معي. شكرا شكرا لكم، سلام الله عليكم، نراكم في ألف خير إن شاء الله تعالى، الله يقويكم ويحميكم. الله يخليك، سلام عليكم، نراكم اليوم في حلقة الساعة 10 إن شاء الله مع الفلكلور الأمازيغي، وتصبحون على خير.